فور من فلسطين عبد الحميد حمد وهو عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أستاذ مرحبا بك معنا. أهلا بك، سلامات، كيف حالك؟ الحمد لله بخير إن شاء الله، وفلسطين بخير إن شاء الله. تسلم، سلمت. إذا أستاذ، كنا نتحدث منذ البداية عن اليوم العالمي الذي خصصته هيئة الأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عن رمزية هذا اليوم، ماذا يمكن أن يقدم؟ تحدثنا أيضا عن الأسباب ربما المبدئية التي أدت إلى تراجع القضية الفلسطينية. ضيوفي هنا في الاستوديو بالمناسبة الدكتور محمد خوجة والدكتور رائد ناجي تحدثوا عن عدة معطيات وأسباب. هنا ربما حتى نربط الحديث ببعضه، أسألك دكتور أستاذ عبد الحميد حمد، يعني ربما يقول قائل أن التطبيع العربي الآن كما تحدث الأساتذة قبل قليل لم يعد حجر عثرة أمام القضية، لأن الوصاية العربية كما تعلم على فلسطين لم تعد قائمة وأصبح قرار فلسطين للفلسطينيين. وهنا ربما أفتح قوس كبير أستاذ حمد وأسألك عن الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية تحديدا في موضوع التنسيق الأمني. أولا تحياتي لكم من قطاع غزة المحاصر ومن فلسطين، من القدس، من الضفة الغربية، من رام الله، من كل مدننا الفلسطينية، لشعب الجزائر ولقيادة الجزائر ولهذا الشعب المعطاء الذي احتضن الثورة الفلسطينية على مدار انطلاقتها حتى اليوم. بالتأكيد نحن نحيي اليوم ذكرى يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، هذا اليوم الذي عمد بدماء الشهداء والجرحى، ولكن مسيرة الشعب الفلسطيني مستمرة منذ انطلاق الثورة الفلسطينية وحتى الآن، وكل الخطابات والعراقيل التي وضعت أمام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باعتبار إسرائيل دولة احتلال وعليها الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67، للأسف على مدار 70 عام من كبر القضية الفلسطينية لم يستطع المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة من لجم دولة الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبالتالي هذا أعطى مؤشر أيضا وأعباء نضالية كبيرة على شعبنا الفلسطيني حتى يتحمل مسؤولياته بنضاله سواء في إطار المقاومة الشعبية أو في إطار المقاومة المسلحة من أجل انتزاع حريته وانتزاع تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية حدود 67. وبالتالي الدعم العربي والتضامن العربي والوقوف بجانب القضية الفلسطينية من الشعوب العربية كان عامل مساعد ومهم في إطار نهضة المشروع الوطني الفلسطيني وفي إطار الحفاظ على نضالنا الفلسطيني. الجانب الآخر، عندما نتحدث عن مسألة التطبيع، نحن كفلسطينيين ننظر إلى التطبيع باعتباره مؤشر خطير على قضيتنا الفلسطينية. عندما تهرول الأنظمة العربية باتجاه مزيد من التطبيع الاقتصادي والسياسي والرياضي مع النظام دولة الاحتلال، هذا يؤثر على إنجاز حقوقنا الوطنية ويضع القضية الفلسطينية في إطار ضعف يمارس عليها منذ أكثر من 70 عاما، وبالتالي لا مبرر لهذا التطبيع العربي مع دولة الكيان الإسرائيلي، ولا مبرر أيضا لانتظار السلطة الفلسطينية عدم تطبيقها لقرارات طيب أستاذ عبد الحميد الفلسطيني وفي مقدمتها قرارات المجلس الوطني والمركز. أستاذ عبد الحميد، يعني نتهم الأمم المتحدة ونتهم أيضا الأطراف العربية في تراجع القضية الفلسطينية، هذا تحصيل حاصل ربما لا يختلف عليه اثنان، ولكن في المقابل دعني أسألك هنا سؤال صريح. إسرائيل تستغل كل صغيرة وكبيرة لقبر القضية الفلسطينية، وهذا ما تفعله منذ سنوات طويلة، بينما نتحدث هنا في إطار ضيق عن السلطة الفلسطينية في فلسطين وشركائها، قد يقول قائل أنهم ربما عجزوا حتى على استغلال النتائج الإيجابية للحرب الأخيرة على غزة، على الأقل في الجانب الدعائي لضعف الخصم وهو إسرائيل. بالتأكيد عندما نتحدث عن الحالة الفلسطينية نتحدث عن حالة من التشرذم في ظل الانقسام الذي استمر أكثر من 15 عام والذي أضعف وأدى بالقضية الفلسطينية أن لا تصبو على جدول أعمال المجتمع الدولي.
وبالتالي ما أنجزته سواء المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة وبالضفة الغربية هو مهم وعامل رافع للقضية الفلسطينية. علينا نحن كفلسطينيين أن نمارس الضغط على قيادة السلطة من أجل استعادة الوحدة الوطنية وفتح حوار وطني شامل مع كل القوى الفلسطينية من أجل الذهاب فورا إلى إعادة وحدة الصف في إطار منظمة التحرير، والذهاب فورا في إطار انتخابات. إن لم نستطع نذهب إلى توافقات لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني. وبالتالي مرتكز القوة للقضية الفلسطينية هي الوحدة الداخلية، وعندما تفتقد هذه الوحدة بالتأكيد الموقف العربي يتراجع والموقف الدولي يتراجع. وبالتالي من هون بدأت مسألة دولة الاحتلال عندما تتسرب إلى المجتمع الدولي وتتسرب إلى الدول العربية باتجاه باعتبارها دولة داعية للسلام وجاهزة أن تدفع ثمن السلام. ولكن هذه المبررات هي مبررات واهية. على الأرض يوميا الحكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنت تمارس القتل وتمارس الاستيطان وتمارس تهويد مدينة القدس. وبالتالي كل ما يصاق من دولة الاحتلال للعالم العربي وللأنظمة العربية في إطار أنها معنية بالسلام ومعنية بإقامة علاقات سلام مع المجتمع العربي ومع الشعوب العربية، هذه تأتي في إطار الرواية الصهيونية المغرضة والتي لا تنم على الواقع بأي صلة، لأن الاحتلال ما زال على أرضنا ولم يغادر هذه الأرض، ولم تستطيع دولة الاحتلال أن تلجم مستوطنيها من الاعتداءات اليومية على الحرم القدس الشريف. وبالأمس زيارة رئيس الكيان الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي الشريف. وبالتالي كل هذه الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية الهدف منها هو تهويد المدينة وطبع عليها طابع إسرائيلي بحت، وبالتالي يتساوق ذلك مع الرواية الصهيونية التي تؤكد يوميا أن هناك أن هذه الأرض هي لشعب لا يستحق أن يكون عليها. وبالتالي وبالتالي كل هذه الروايات الصهيونية للأسف الشديد شعبنا الفلسطيني بوعيه وبحكمته وبنضاله المتواصل أحبطها على مذبح الحرية ومذبح المقاومة، ولكن على شعوبنا العربية التي ترفض التطبيع عليها أن تمارس مزيد من الضغوط على الأنظمة العربية من أجل إفشال كل المخططات. واضح جدا أستاذ عبد الحميد تمرير هذا المشروع الخطير الأمريكي الإسرائيلي بالعالم العربي. أستاذ عبد الحميد أرجو أن تتفضل بالبقاء معي ومتابعة تدخلات الإخوة الضيوف هنا في الاستوديو.